مرحبا اصدقائي، اليوم نروحوا مع بعض نديروا الصابلي. كيما راكم تشوفوا فيه يهبل والشكل روعه، وزيت يقطع لنا كميه بزاف كبيره، والبنه ما نهدرش ويجي طري بزاف بزاف بزاف. تبعوا معايا طريقه وراح تخرج لكم نفس النتيجه. اول حاجه نديروا علبه تاع زبده فيها 500 غرام، كيما راكم تشوفوا لازم تكون بنفس درجه حراره الغرفه. نزيدوا لها زوج كيسان سكر غلاسي، نحطوهم ونخلطوا كلش مع بعض يا اصدقائي. كيما راكم تشوفوا نبدا ونخلطوا كلش حتى يولي عندنا الخليط متجانس تماما. وبعد ما تحصلنا على هذه النتيجة هنزيد لها كاس من الزيت، كما راكم تشوفوا كاس زيت. ومن بعد نخلطوا كلش بيدينا، واللي ما تبغيش تخلط بيديها اكيد تقدر تستخدم الباتور. ومن بعد نزيدوا مغرف كبيرة لافاني، ونزيدوا 6 حبات بيض بنفس درجة حرارة الغرفة. لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة باش تخرج لكم الوصفة صحيحة تماما. نخلطوا كلش مع بعض حتى بعد تشوفوا النتيجة كيف حتولي، حتجمد، تحسوا بالزبدة جمدت في يديكم شوية، أكيد هذا يدل على نجاح الوصفة. نزيدوا بعدها زوج كيسان مايزينا ومغرف صغيرة خمارة، ما تكونش مغرف كبيرة، صغيرة على رأس المغرف، ونخلطوا كلش مع بعض. ونخلطوا كلش بالفارينة حتى تصبح عنا عجين. نزيدوا الفارينة تدريجيا حتى تحسوا بالعجين جمد. يجب أن العجينة تكون طرية بزاف، ونفس الوقت لازم تكون متماسكة، ونقدروا نكوروها كما راكم تشوفوا. أنا راني نزيد تدريجيا حتى تحصلت على العجين والنتيجة والطراوة اللي نسحقها. شوفوا لازم تكون هكا، وشوفوا معايا هذه الأداة اللي راح ندير بها القطوة. تخرجنا هذاك الشكل. أول حاجة حندهن الصينية، بعد نشكل العجين على شكل كرات صغيرة ونخبزها شوية في يدي ونحطها كامل على الصينية. من بعد نجيب هذا المول ونديرو في لافارين باش ما يلصقليش، ونديرو على الكرة اللي حطيناها، وراح نتحصلوا على هذا الشكل. هذا حتبقى متوفر في كل المحلات، فقط تقولوا له على شكل الوردة هو راح يعطيه لكم. هاي النتيجة بعد ما طاب الصابلي وما خلوش يحمر بزاف، فقط يبيض، يبقى بيض ويتحمر شوية فقط. هذا يدل باللي راهو طاب وخرج لكم نتيجة روعة. وللتزيين نسحقوا نوات كوكو يكون خشين كما عندي أنايا، ونجيبوا مربى المشمش وأي مربى تحبونه أنتم بالطبع، ونحطوا ونلصقوا به كما راكم تشوفون. زيدوا نرتفوا عليه الحبة الزوجة، ومن بعد نديروا الكونفيتور في الحواف، ومن بعد نلصقوا هذا كنوات كوكو، وراح يعطينا حقا شكل روعة. ونزيدوا فوقه الكرز المجفف، والنتيجة حقا تكون تهبل بلا ما نحكوا على الذوق، هو قصة واحدة أخرى. شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها، حقا قاطو بزاف يهبل وشكله روعة والذوق يهبل. إذا عجبتكم الوصفة يا أصدقائي لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع إعجاب الفيديو، وعيدكم مبارك. Thank you.